نتواجد بمحل تجاري لتمويل الحفلات والأعراس، إنه لمحمود بنصر. نعم أستاذي، ستدشن اليوم محلا تجاريا لتمويل الحفلات. الحمد لله تأتنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى افتتاح المحل التجاري لتمويل حفلات بنصر. الحمد لله كنا في مرحلة الأولية، كنا في مرحلة الهواد، دابا الحمد لله دزنا المرحلة ديال الاحتراف. وهادشي أبن عن جد ماشي جا غير عن يعني عن خرق يعني لهاد المهنة، بل جاء فعلا من جند ديالنا اللي كانوا رواد ديال هاد المهنة ديال الطبخ والأكل والشهوات. نعم، ما هي الخدمات التي ستقدمونها؟ هناك خدمات كثيرة، ومنها الخدمات التي معروفة على الصعيد الوطني أن يعني تتلبي الرغبات ديال الزبناء الأول. والخدمة الأولى هي أنك تكون ساتيسفي مع الكليان، يعني داكشي اللي تيبغي يشوف واللي تيبغي اللي يفرحوا ويعجبوا. يعني حنا تنفضلوا نكونوا الناس الرواد ديال الخدمة للزبناء، لأن خدمة الزبناء تعتبر هي من المجال اللي شاق وصعب، لأن متى تبغي تخدم شي واحد في المستوى المرغوب يعني خصك تعمل وتجد باش يكون في المستوى المرغوب. هذا هو الدور ديالنا، أننا نكونوا في المستوى الذي تيبغيو الكليان، لأن عندنا كلشي الحمد لله، عندنا طباخة عالميين، عندنا الناس اللي هما في المستوى ديال السيرفيس ديال السربايا، عندنا الناس اللي هما في المستوى الكبير من ناحية الديكوراسيون، عندنا الناس اللي هما في المستوى الكبير في جميع المجالات الخاصة بالحفلات. وتنتمناو إن شاء الله نكونوا في المستوى ديال جميع الناس ونلبيو الرغبات والطلبات ديال جميع الناس إن شاء الله. نعم، لماذا اخترتم التمركز في حي راقي كحسان؟ هو الاختيار ديالنا والتموقع ديالنا، بالنسبة لنا والتموقع هو من ناحية السكن ديالنا، لأن أنا مقطون في حسان حاليا، واخترت حسن لأنه قرب المنزل ديالي، ما مشيتش بعيد يعني بقيت في المنزل ديالي. والحمد لله نعم تحفنا الله بواحد المحل اللي هو منطقة جد مناسبة، وشو تنشكر الله سبحانه وتعالى. وستقدموا الخدمات ديالكم على الصعيد الوطني؟ يعني سوف نقدم الخدمات على الصعيد المحلي حاليا. نعم، ونتمنوا ان شاء الله باش نزيدوا باش نخدموا حتى الصعيد الوطني ان شاء الله. لما لا، لان الصعيد الوطني تا هو محتاج لهاد الشهيوات ديال التواركه، وخصوصا الطبخ التركي الذي معروف على الصعيد العالمي.